يا سلام. الآن ألو، السلام عليكم. يا مرحبا يا مسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله بن ماشي. ماني بن ماشي، أنا أبو علي. أبو علي. أبو علي، يا الله. أرحب أبو علي. نعم. معك حمدان أبو علي. ابن ماشي. آه إيه، يا ابن ماشي الثاني، صح. صبحكم الله بالخير. يا هلا يا هلا. كيف حالكم جميعا؟ بخير يا مرحبا. خير. وينك؟ منتظرك. وينك؟ انت طيبين الحمد لله. باقي ما سكني التمر، ابغى اخذ التمر وامشي ان شاء الله. يا مرحبا، تنور والله يا ابو علي، حياك الله. النور نوركم يا مستر. انا ما قلت لك عاد تجي في البرنامج هذا حقنا. اول شيء ابو علي، الله يسامحك بالخير. اول شيء صبحك بالرضا والعافيه. مالك انت رجيبه. اول شيء اشكرك على حسن الكلام وحسن الكرم اللي شفناه في الجنوب والاتصالات والعزمي اللي مو غريب منك، لا منك ولا من شهران كله ولا من شمران كلهم. يا اخي انت تستاهل، لكن اقسم بالله انك اني اشحذكم شحاذة. كل من قرب حد معني الى النماط الى كذا، الا ابو راشد الحقيقه كان في ظروف سيئه وصلت عندنا، اسال الله ان يرحمه ويسكنها الجنه. توفانا قريبه، وبذاني يوم من العزاء توفت اخت ام علي، سال الله ان يغفر لها ويرحمها ودعواتكم جميعا. امين. اما انشغلنا بها شويه وكانت الوفاه مفاجاه، ولا الحقيقه كان والله اتمنى انكم تشرفوني. قلت لابو محمد، قلت له الظاهر زياده اتصلت عليه ما رد علي. انا ارد قطاني سعد، انا ارد الحمد لله رب العالمين وقتها يا ابو علي. لا والله انك وافي الحقيقه، لكن والله كان اكتملت بوجودك عندنا وتشرفونا. وابو نايف برضو قلت لهم قلت يا اخي الايام هذه تعالوا عندنا 4 أيام 5 أيام، لكن البيت بيتكم ان شاء الله، والايام ما طاحت. ولا والله كنت اتشرف بكم، اني كنت استعديت كثير منكم، ولكن انتم في القلب وفي العين. واسال الله ان يوفقنا واياكم، يجعل هذا اليوم فاتحه خير على هذا المجلس الطيب. وافي بتعوبنا ونعوبك ان شاء الله يا ابو علي، طال عمرك باذن الله تعالى. لكن ما سمحت لنا الظروف، الا والله نتمنى جيت عندك. والله اتشرف بذلك، واني كنت يعني الحقيقه مثل مستشار فقط، اقول لكم انا اشير عليكم الان. وفي البرد ان شاء الله نروح نزوركم زيارات الدكتور ابو عبد الله والعالم اللي في المناطق الحاره وفي نجده وكذا. لكن نامل فيكم خير ان شاء الله، نتواصل اكثر من كذا. والله ان شاء واليوم الله. نقول لكم الف مبروك افتتاح المجلس. الله ان يوفقكم ويجعلكم مسددين في الاقوال والافعال والاعمال، ويغفر لنا ولكم ولادنا ووالديكم وجميع المشاهدين. لا تنسى مشعابك بس. لا، المشعب هذا هو، حتى ابو محمد ذيك المره يقول لك ما جيت طياره، تدري ليش؟ قلت ما ادري. ابو محمد يسمعني للحين، عبد الرحمن السالم. قال عشان تاخذ المشعاب. قلت لا ما بقدر اجيبه، حتى في الطياره بجيبه، عنده رخصه ترى. ابو علي تذكر ايام البزنس يوم اللي في المصلى؟ انت تذكر انت كل شيء، انت ما قلت لك ظلوا صفوا واستعدوا للصلاه في الخشوع؟ ابو علي جاء الوقت الانتقام منك. انت تخبر في تربه، تقول بنتقابل في شو اسمه المجلس قريب ان شاء الله، لكن ما قلت انك كذا، لكن ما ابغاك تاتي والله المشعب انه اول ما يجي في ظهرك ان شاء الله. مرحبا مرحبا بك انت واللي معك. الله يحفظكم، سلموني على الجميع وعلى مشاهدينا الاعزاء وعلى الكنترول وعلى الجميع اللي في القناه، واسال الله لكم التوفيق في الدنيا وفي الاخره. اسعد الله صباحك ويعطيك العافيه يا ابو يا عم حمدان على هذا الاتصال والمشاركة لنا في ها؟ يعني بزوجك يا أخي عتجد يا أبو عبد العزيز. لبيه عتجد، لبيت يمنها وميسنا. لا أقول عتجد كل شيء يبين، يقول يا عم. اللي في القلب يقول هلسان واضحة. أقول والله لا، يقول عم حول الليل، هتجيب له منين؟ على البركة على البركة، الله يوفقهم إن شاء الله. يبشر يبشر بالخير أبو عبد العزيز. بيض الله وجيهكم. أنا أتوقف الحين، ما عاد أقدر أقول شيء. يقول أن المركب يرسي على 3، هذا يزيد الرابع. أبشرك الثالث. نستودعك الله يا أبو علي. بيركز على 4. إلى لقاء اخر ان شاء الله، وننتظرك، كرسيك جاهز ان شاء الله. لكن انت ابو عبد العزيز ليش تهرب دائما؟ طيب الله يسعد لي صباحك ومساءك، وفي امان الله. في امان الله. الله يوفقك. حياك الله.